أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل عن كيف الجمع بين الذكر إذا كان الإنسان مسافرا وجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، هل يكفي ذكر واحد عقب الصلاتين المجموعة أم لكل صلاة ذكر مستقل؟ لا يكفي ذكر واحد، يكفي ذكر واحد، ويأتي بالذكر اللي بعد الأخيرة. نعم، يأتي بالذكر المشروع بعد الصلاة الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أما الذكر بعد الصلاة الأولى فهذا فات محله، يكون الذكر بعد الأخيرة. نعم.